اللعبه كلها مركزه، كانت مركزه في المعسكر. طبعا مدرب جديد له فكر جديد، اللعبه كلها كانت مركزه، كله عاوز يحجز ان هو يلعب بشكل اساسي. الراجل يعني بيحفظ الناس حاجات معينه في الملعب، بيحاول ان هو يوصل فكره للعيبه لانه فكره مختلف. كل مدرب بيبقى ليه فكر معين، اللعبه كلها بتبقى مركزه ان هي تقدر ان هي تنفذ الفكر ده. والحمد لله يعني بالنسبه لمعسكر اسكندريه اللعبه كلها كانت مركزه، والحمد لله كان معسكر ناجح. عملنا لعبنا ماتش ودي في اسكندريه، الحمد لله كسبنا، واللعبه كلها ادت بشكل كويس. اللعبه كلها في التمرين بتحاول ان هي تركز، كله عاوز يظهر بشكل كويس، كله عاوز يشارك بشكل اساسي. ده طبعا بتنعكس على الفرقه في الملعب وفي التمرينات. فالحمد لله يعني لحد كبير يعني الناس كان معسكر مرضي بالنسبه للناس كلها، والحمد لله ربنا يكرمنا في المعسكر في كرواتيا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. الاجواء هنا تساعد، طبعا هنا الجو هادي جدا، بيساعدك على التركيز، بيساعدك على انك تتمرن بشكل كويس. بالنسبه طبعا لبطوله افريقيا، احنا عندنا بونت الماتشين، فموقف صعب، بس احنا عندنا ماتشين، اربع ماتشات مهمين جدا الفتره الجايه، ماتشات مصيريه بالنسبه لنا. اللعبه كلها هتبقى مركزه في الماتشات الجايه، لازم نكسب. لعيبه النادي الاهلي كلها في الماتشات بتلعب على المكسب. اللعبه كلها ان شاء الله تبقى مركزه، يبقى توفيق ربنا معانا، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونصعد وناخد البطوله باذن الله. الماتشين الجايين بالذات لازم يبقى في تركيز عالي جدا، اللعبه كلها لازم تبقى عارفه قيمه الماتشين الجايين، لازم نكسب، لازم كل واحد ما يبخلش باي مجهود في الملعب، لازم الناس كلها تبقى مركزه بشكل كبير جدا. لازم الفرص اللي هتجي لنا في الماتش، المدافعين كل واحد يبقى مركز في مكانه في الملعب. وده طبعا ان شاء الله ينعكس على الماتش ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونقدر نحقق المكسب. احنا بنتمنى من ربنا طبعا ان احنا نكسب ونصعد ناخد البطوله، لانها بطوله مهمه جدا، بطوله مفضله طبعا لجماهير النادي الاهلي وللعيبه طبعا. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخدها باذن الله. طبعا المدرب ليه فكر مختلف، هو بيكلمنا كتير جدا في الملعب، في التمرينات بيوقف التمرين كتير اكتر من مره، بيحاول ان هو يحفظ الناس، والحمد لله يعني من بقى لنا فتره يعني الراجل يعني مبسوط من اللعيبه كلها، اللعيبه بتحاول انها تأدي، بتحاول انها تنفذ الفكر بتاعه. فان شاء الله يعني في خلال المعسكر ده اتمنى طبعا نوصل ان احنا نكون مستوعبين 100% ان شاء الله من فكر الراجل، وده طبعا هينعكس علينا في الماتشات الجايه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله.